نحن بدنا نقول بس بدنا نقول شغله هذا اللي عم يتقوصوا علينا هذا اسمه سيل الدموع هذا بيجيبوه بالدولار الدولة اللبنانية مع دولار لتجيب هذا لترسوا علينا يلي كل وحده منهم قد معاشك على شهر هيدي الدولة بس ابنك وامك واختك تطلب دواء الدولة اللبنانية عم تقول ما عندنا دولارات لنجيب لك دواء بس عندنا دولارات لتعطيك انت وياه لتقوصوا علينا ولك انتم بدكم الثورة اكثر من احنا ولك انتم مسؤولين اكثر مننا نحن لك هيدي دولة الزباد هيدي الدولة اللي عطت الاذن للتبيع المدني يفوت ويطفي اليورانيوم مدري شو وعرفاني في دواء يعني الدولة عم تطلع على المحنة الدولة اللي بدها تقتلكم رح تكون هنا الوقت